رايحين ناخذ اليوم من كتاب الثقافة العامة العلوم التاريخ الجغرافيا. تاريخ ايش يا ست وردة؟ تاريخ العالم، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية. ايه أنا بعرف كل إشي عن الحرب العظمى، أبي رحمة الله عليه. عيشوا يا أبو العبد. عيشوا يا سيدي، كان حكالي كل إشي عنه. طيب يا أبو العبد، بين مين ومين الحرب العظمى؟ أها، بين هتران ها وشرشل. لا لا لا، كانت بين الإنجليز والعثمانيين. وأنت الصادق بين المشكوب والطليان. يا جماعة الخير، وش هالقارة؟ وش هالقارة؟ أنتم ما تعرفون على الحرب العالمية وقعت بين من؟ الحقيقة هي ست وردة والحجي للجميع، الحرب العالمية وقعت بين عرب المتاريس وعرب السهامدة. اسكت اسكت، شو فهمك أنت من السهامدة والسماندة؟ لا عاد أنت تفهم. شو بيعرفك بالتاريخ؟ أنا عارفها يا معلمتي. الحرب العظمى صارت بين الفرنجة والمستعمرين. وين جميك يا فرنجة؟ الجاهل يحكي وعين يسمع. يعني عدم المؤاخذة ولا زغرة والحكي للجميع. الحرب العظمى صارت بين هتلر وشرشر من جهة، والطليان من الجهة الثانية، ولا من الجهة الثالثة، ولا كنت عارف أرضك بدي أقول ولا صارت هذه الحرب العالمية وكيف صارت وبين مين. هذه صارت الحرب العالمية والحكي للجميع. يا جماعة صحيح هي لوين صارت بين الطليان والشهاويين لوين؟ فقعد فقعد بلا حكي فاضي، فقعد فقعد حيلة أما نجاهل. الحرب العالمية صارت بين الإنجليز والطليان والروم، فاهم يا جاهل؟ وأنا سيدي الله يرحمه عيشوا محبيكم كلكم، كان يقول لنا قصة عن الحرب دائما يقول. بس يا عباس تفضل اقعد. يا جماعة احنا جايين ندرس تاريخ مش قصص وحكايات. ايه لك للتاريخ اليوم قصص السوالف وحكايات. لا التاريخ مش قصص سوالف وحكايات. ايه ولا ايش يا قاسم؟ التاريخ التاريخ اي شو تدريني شو التاريخ؟ اي لو بعرف شو التاريخ انا جيت لهون. برافو يا قاسم. ياسم 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 هيك لعب. بس يا سلامة يا جماعة، الحرب العظمى صارت بين المحور والحلفاء. الحلفاء هم انجليز، فرنسيين، بقية الدول الأوروبية، أمريكا، روسيا. المحور إيطاليا، ألمانيا، اليابان. إيه كانت العاصي الثاني.